مباشر، الشخص الذي حاول سيفه. يروي شاهد العياني هذا تفاصيل استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال خلال اشتباكات مسلحة وقعت في مخيم جنين بالضفة الغربية، والتي حصلت عقب اقتحام قوات من الاحتلال للمخيم لاعتقال ما تصفهم بالمطلوبين. طول عملية اطلاق نار وعدموهم هنا، يعني اعدام هذا من مسافة صفر، اعدام كان من مسافة صفر، لانه هي اثار الرصاص هنا طاخ عليهم من هون، من هاي المناطق طاخ عليهم هنا تقريبا مسافة صفر، ومنع الاسعاف انه تيجي تحاول انه تسعفهم من مرة. اليوم الاحتلال استهدف الشهداء بكل قوة، لانه يدرك ان هناك في مخيم جنين مقاومون لهم بالمرصاد. الاحتلال يسعى الى خمد هذه المقاومة داخل هذا المخيم. الاحتلال لم يكتفي بقتل الشبان 4، بل قام بحجز 2 من الشهداء. الفصائل الفلسطينية أكدت أن من حق الفلسطينيين مقاومة الاحتلال والتصدي للاقتحامات والمداهمات الليلية لمنازل المدنيين. ما جرى في جنين من اشتباكات مسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي وراح وارتقى هناك شهداء، هو عمل بطولي فلسطيني شجاع يؤكد على أن الطريق الوحيد لردع الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن شعبنا وعرضنا وأرض مقدساتنا هي كل أشكال المقاومة في مقدمتها المقاومة المسلحة. وباستشهاد الشهداء 4 يرتفع عدد الشهداء إلى 10 منذ بداية هذا العام عقب تصديهم لاقتحامات جيش الاحتلال لمدينة ومخيم جنين في وقت حملت فيه الرئاسة الفلسطينية دولة الاحتلال مسؤولية هذه الأحداث التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع ومزيدا من التوتر وعدم الاستقرار. شعب يوسف، قناة النهار، فلسطين المحتلة.